بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هعلمكم إزاي تحولوا الصور 2D إلى 3D. ده بينطبق على الصور الكرتون أو الصور الشخصية عادي. تعالوا كده نشوف صور 2D من على جوجل، نحملها نشتغل عليها. ال2D اللي هي ثنائية الأبعاد، ال3D اللي هي ثلاثية الأبعاد، تحس إن هو مجسم من 3 زوايا كاملة. تمام، حملنا شوية صور كده من على جوجل. ممكن لو عايز تدور تكتب 2D images او صور 2D. بعد كده نفتح الموقع اللي هنشتغل عليه، اسمه ديزاين، كان زمان اسمه ستايلر AI. بعد ما فتحنا الموقع طبعا هيطلب مننا تسجيل الدخول. بعد ما عملنا تسجيل الدخول نختار image to image، صورة لصورة. بيحمل معانا، نعمل ابلود او رفع للصورة. ممكن نضغط على الصورة نفسها اللي موجودة، نختار الصورة من على الكمبيوتر، تحمل. ممكن برضو ان احنا نرفع الصورة من خلال ايقونة ابلود اللي فوق على الشمال كده، لسه بيحمل في الصورة. حملت معانا، دي الايقونة اللي قلت لكم عليها بنحمل منها. جميل اوي الكلام ده. ان هنا الستايل انتنستي او الاستراكشر ماتش، الستايل انتنستي احنا بنحاول نقلله على قد ما نقدر، زيرو او نزود سنة بسيطة. الاستراكشر ماتش بنحاول نعليها علشان يجيب نفس تفاصيل الصورة. تمام، بنضغط على جنريت كده، ستارتنج بدأ شغال معانا. السيتنج دي ممكن انت تقدر تعدل فيها براحتك وتجرب وتشوف. دي ال4 اختيارات اللي طلعت لنا، خلينا نشوفها كده مع بعض. دي يعتبر برضو دي جميلة، الصورة دي كويسة ودي كويسة، دي كمان جميلة، النتيجة كويسة. يعتبر كيفية 3 صور حلوين كويسين 3D طالعين جمال. طيب خلينا نجرب صورة تانية. بيعمل ابلود، صورة اترفعت معانا، كبرها شوية. نضغط جنريت، الستايل انتنستي هو بيسرح بخياله شوية في الصورة. الاستراكشر ماتش هو بيحاول، على كل ما بنعليها كل ما بيجيب تفاصيل الصورة بالظبط اللي هي نفس الشخصية، ما بيحاولش يعدل فيها. لو قللت الاستراكشر ماتش هيبدأ ان هو ايه، يغير في الملامح بتاع الصورة. الانتنستي هيحاول يغير في الخلفية وفي شكل المجسم، هيحاول يغير في حاجات كتير اوي. طيب احنا كده شفنا النتيجة كويسة. النتيجة مبهرة، بني آدم سبحان الله، هو ده الذكاء الصناعي. طيب لا بصراحة النتيجة مبهرة. المواقع دي طبعا كلها مجانية بليمت معين، بيديك كريدتس معينة بتخلص كل يوم، بتتجدد تاني يوم تقدر تشتري عليه تاني، وتقدر تشترك تدفع فلوس. طبعا اللوجو اللي بيطلع ده في فيديوهات انا عاملها، انت تقدر تشيل اللوجو بعد ما تطلع الصور. النتيجة مذهلة بصراحة. جميل، طيب خلينا نجرب صورة تانية. نعمل ابلود للصورة،
نقلل الانتنسيتي والاستراكشر زي ما هي كويس. جنريت كده وشغال عليها، بيقول لي في 10 ناس تانية بيعملوا. طيب جميل شغال، منتظر بعض الوقت. جميل أوي، النتيجة جامدة. دي الصورة دي جميلة أوي. سبحان الله، لا جامدة جامدة. الموقع فيه مميزات كتيرة غير ان احنا بنحاول نصور 3D. في برضو السيتنج هنا تقدر تعدل فيها لو انت عاوز نتيجة مختلفة. هي عموما النتيجة كده، انا عامل السيتنج بحيث انها تطلع لنا افضل نتيجة في تحويل نفس تفاصيل وملامح الصورة. جميل. طيب نحاول نجرب حاجة تانية برضو، البنت نحاول نخليها كرتونية لأن الصورة لما احنا عملناها قبل كده طلعت كأنها بني آدم، كانت طالعة رياليستيك. يعمل لها ابلود، اترفعت. تمام. نعلي شوية الانتنسيتي. في اوتو برومبت ممكن تضغط عليه، دي بتولد لك برومبت تفاصيل الصورة، بيكون برضو افضل في ان انت تطلع نتيجة افضل من كده. كده شغال في الكيوب، طلع النتيجة 4 صور. تمام. لا جميلة كده، شخصية كرتونية بشكل لا جميل كده فعلا، النتيجة ممتازة. أتمنى أكون أفدتكم في الفيديو، إن شاء الله تابعوني إن شاء الله كل فيديو جديد بمعلومة جديدة. لو في أي حاجة حابين تستفسروا عنها اكتبولي في التعليقات. في رعاية الله، مع السلامة.